لسا في أبو قاعود وأبو أدهم ما تسابقوا. من إمتى جريت العادي إنه العقدة يتسابقوا؟ جريت مختار جريت، والراية ما بتاخدوها ليتسابقوا. شو أبو قاعود، الراية بناخدها ولا ما بناخدها؟ بلاها مختار بلاها، خلينا عم نتفرج. لتكون خايفة؟ لا يا مختار، هاي ما حبيتها منك. ها يعني عم بيقول لي عقلي خايف أبو أدهم يسبقك. من شو بدي خاف؟ شرف عقيد. بلاها أبو قاعود بلاها. لا سيدي مو بلاها، الشغلة صار فيها تحدي. شرف عقيد. ايه في أمركم. يا سلام، هذا هو المطلوب. شو قلت أبو شراف؟ أقول هذا غريمي إجا والله جابه. شباب عقيد، ما تقوس، طول بالا، خليهم ليكملوا اللفة، وساعتها بصير غريمي من ناحيتي، وقتها بشفي غليلي منه على المظبوط. ايه ونحنا شو بنستفيد؟ إذا أنت سويت مثل ما قلت لك وصار الموال اللي براسي، راح أعطيه 5 أصماليات. وأنا عقيد، قديش بيطلع لي؟ أنت بيطلع لك 3. 3 أصماليات؟ ليش بقى؟ لأنه نحنا رح نضرب ونهرب، أما صياح فهو بده يروح يكفي الشغل. لا عقيد لا، انت دايما الدوم هيك بتقلل لي حصتي وبتزود له حصته لصياح. اذا بدنا نحكي الحق صياح ارجل منا. هيك لك كان. لا خلاص وكل الله عم يمزح معك العقيد. شباب لك مين هذا اللي قداماني؟ مو ابدها؟ لا لا، هذا ابو قاعود. اه والله هذا ابو ادهم مختار. شو هالحكي؟ يلا بشار اويس. لك طول بالك، مو شايف الخيال الثاني صار بيني وبينه؟ لك انت اويس يا ابن الحلال، واللي كاتب له الله انه يموت رح يموت، كله مكتوب عند رب العالمين. ها اويس يا سلطان، مين هذا اللي وقع؟ والله هذا يمكن ابو قاعود. اخي ابو قاعود الله يستر، الواطي جفل فيه الفرس مشان يسبقه. وحده الله يا جماعه، وحده الله. يا ربي يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو في يا رجال؟ عامل حالك ما بتعرف؟ رميت الزلمة وعامل حالك ما بتعرف شيء؟ أنو الزلمة يا أبو دياب؟ أنو الزلمة مختار؟ أبقى عود يا أبو دهام. أبقى عود؟ يلا دحام امشي. أنت صياح مثل ما وصيتك ها؟ لا تحكي كلام عقيد، إيديك ورجليك ما يبارد بإذن الله. أخي أبقى عود، أبقى عود، أبقى عود. باطل، انبسطت يا ابن العياش؟ قتلته بدك تمشي بجنازته؟ أخر عنه هيك. أنا يا أبو دياب. إيه أنت أخر عنه. لا يا أبو دياب، يشهد ربي علي ورحمة أبي وأمي تحت تراب إني ما دارتك يا أبقى عود. والله واللي اسمه الله، إذا أبقى عود بصر له شيء لا امشي بجنازتك قبل جنازته. يا رجال يا رجال، انا سمعت صوت قواص طلع من البستان لما وقع ابو قاعود. وانا كمان سمعت صوت قواص، معناتها في حدا قوص عليه. لا اله الا الله. السلام عليكم يا سيادنا. عليكم السلام ورحمه الله. بس بلا منقوليه، مين بيناتكم ابو ادهم؟ انا ابو ادهم شرف. طيب في 2 كانوا هنيك، في 1 بيناتهم معه طبنجه، امنوني اني اقول لك امانه. احكي عمي. لا انا خليها مع جنب احسن. احكي عمي. ايه بنحكي، بيقولوا لك انه اللي بدك اياه صار، وفي هيك مطرح انتم متفقين عليه، بس مشان هيك البيض. مين هدول اللي عم تحكي عنهم؟ انت مين؟ انا صاحب هذا البستان، انا مارق مهنيك، قالوا لي انه اقول ابو ادهم البيض، وهي شحني عم بقول لك اياهم، الله وكيلك انا ما بعرفه. قتلته؟ والله لا اذبحك واشرب من دمك، تركوني انا! ابو دياب تركوني انا! أنا فهد العياش أبو أدهم. اطص منك ومنه. لا تكبر بالحكي عمالك. ها شعر، هدول بيت حماي، واللي بيزيهم بيزيني. لك يا رجال، وين النخوة؟ وين الشهامة؟ لك عقيد كل واحد شام محمد. روق يا جماعة واهدوا، وجه عليك رب العالمين تأخذ جماعتك وتمشي. يا أهلين أخي، شو وين سببك أخواتك؟ فوتي ضبي أوعيكي وامشي معي. Thank you.
لوين بدنا نروح؟ عمل لي بطب اغراضك، هون ما بقى لك قعده بنوب. اخي بس فهمني، شوفي شو صاير، والله شغلت لي بالي. هذا جوزك الواطي وقع اخوك ابقعود من على الخيل، وكان عم يزبط له خطه مشان يقتله. يوه، جوزي ابو ادهم؟ مستحيل اخي، مستحيل يعمل هيك. اختي لا تطلعي لي خلقي، ضب اغراضك وامشي معي. طيب قل لي اخي ابو قعود صار له شيء؟ اخوك ابقعود بين الحياه والموت. قولي على امتي ان شاء الله، شو هالمصايب هي؟ طيب حالبس ولبس البنات. انا انو بنات؟ شو انو بنات اخي؟ بناتي؟ ايوه هذا الناقص، نربي له بناته كمان. روحي بدك تجي معي لحالك. يلا تقبريني يا عزيزة، البنات امان. من عيوني لا تشغلي بالي. علمية مين انت؟ نصري ابو صياح، وين العقيد؟ بجهنم الحمراء. شو؟ امشي اختي امشي. شو نصابة ضاي؟ بقى اطلع من خلقتي. بعدكم على بعض، لا تاكليها. الله معك، الله يكون بعونك. بسيطة، لك شوفي يا اختي، شوفي شو نصة، وين العقيد؟ لك الله يكون بعون العقيد. لك شو نصة، وينه؟ ابو قاعود اخوه الام ادهم وقع من على الفرس، وتهمين فيه ابو ادهم، والزلمة بين الحياة والموت. يا باطل! الله يرضى عليك، خليك قاعد هون لحتى يجي العقيد، وقل له انه ام ادهم اخدوه اهله، وانا اخذ البنات لعند مشاهد. يلا بخاطر. تيسري اختي تيسري، ولا يهمك، لا يكن لك فكرة. قولي ايه، وهلا بركي شو اهله لابو قاعود لقوني هون؟ والله لا ياكلوني بلا ملح. روح يا ولد روح، وفود بريشك. ديروا بالكم على البنات يا امو، هدول بنات الغالي. يو يضرب قلبي عليهم، شلون بدهم يناموا بعيد عن امهم؟ معلش انا باخذهم لعندي على البيت، امهم امنتني فيهم. لا اختي لا، انت مشكوره عملتي اللي عليكي واكثر. هدول بناتنا ما بيطلعوا من بيتنا الا على بيت ابونا بعدها بترجع امهم بالسلامه باذن الله. مثل ما بدكم، يلا بخاطركم. ديبي خانم لا تروحي، نامي عند الحريم، هلا الحارة بتكون برا قايمة قاعدة. معلش يا أخي شاهر أنا ما بخاف. لا والله ما بتروحي بهالليل. يا عمو نحن لازم نذبح ذبيحة لوجه الله، مو شايفة هالضربات يلي عم تجينا؟ إن شاء الله يا عمو، والله لأذبح له ثلاثة بدال الوحدة، بس هيك لحتى دخيل اسمه هالرب يعافي لي إياه. اللي ضايع عليك وضاه، فكه وخليه يرجع لأهله. طالما الجماعة أخذوا أمهاتهم، ليش ما نخلي فتحة عنا حتى يرجوها لبيتها؟ هيك قلتها؟ ايه. تعا يا بي مور يا بي. تأمر يا بي. أبو شومان امشي معي. يا عمي خيرو، شلون صار شاهير؟ لا الحمد لله، ابو صفوان عم يقول انه بسيطه، بس يعني لازم ينام له كم يوم لحتى يرجع الجرح يختم من اول وجديد. ان شاء الله الله بيعافيه وبيقويه. ابو ادهم برضاي عليك توزع لي رجال منيح، عم يقول لي اعلي انه الجماعه فاير دمهم وممكن يجوا باي لحظه لهون. لا يا مختار، الرجال اللي فيهم يجي ويرجينا حاله. ماشي الله يقويك يا ابو محمد، على كل حال ديروا بالكم منيح. أنا واصل على الكراكون شوف الباش شاويش مشان يكتر الحراسة شوي بالحارة. مختار أنا رأي على حارة الكون. ليه بقى؟ أنا ما بيهون علي هلا والحارتين من تحت راسي، يمكن الشغلة ما تنتهي على خير يصير فيها قتلة.
هدول أولاد حماي وأنا بعرف أتفاهم معهم. خليني روح واللي بدهم إياه يساووا فيني. باطل على الحكي يا أبو أدهم، نحن لبعض ما بنتخلى عنك أبدا. والله يا حضرة ضاح الحين يحتاج معونة. اي والله يا طويل العمر، والمشكلة كبيرة. من يوم اللي اجيت لهون ما بعرف شو اللي صار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولدي يا نمر، عونك يوبا. اسمع يا ولدي، عمك ابو وضاح يحتاج معونة، ابيك تنهج له وما تقصر معها ابد. طب الموت يوبا، بعون الله ما يشوف عمي الضيم. وش تامر يوبا؟ وش تامر؟ كتر خيرك يا ابو محمد، طول عمرك اصيل. كبير يا ابو محمد وبتضلك كبير. تسلموا، بيسلم عليكم الوالد بيقلكم هدول كلهم أولاد عمنا وأخواتنا، وكلهم فداكم فدا العقيد والحارة، وإذا بيلزمكم أي حدا تاني نحن جاهزين. ما بتقصروا يا محمد، ما بتقصروا. خالي نمر. تامر يا عمي. طول عمره أبوك الشيخ وضاح زقرته أصيل وما بينسى العشرة. الله محييكم ومحيي كل الربع. تفضلوا على المضافة يا جماعة. حياك الله يا عمي. شرف. يلا شرف. شو هالوضعيات؟ عجبكم اللي اخذتوه ولا لسه بدكم كمان؟ والله بيقول لك المثل، انت كريم ونحن نستاهل. والله بدكم الصراحه، انا ما عاوز مصاري، واللي اخذتهم ما بكفوني. تكرم عيونكم، هلا بس افتح الصندوق بعطيكم اللي فيه النصيب. لك انا ابو ادهم وشاهر عاملين لي فيها بضاياتها بسيطه، وانت يا عفاف خالهم شايك الدور. قال لما تهمها انت من هون ورايح المشرى. شو عقيد؟ شايفك عم تضحك ومبسوط ومشقري. ايه والله يا صياح يا لطيف، شو مبسوط. ايه روح، الهي الله بيبسطك اكتر واكتر واكتر، والله بيستاهل. ابو قاعد، أبو قاعد. أبو قاعد حكى. يا جماعة يا جماعة، أبو قاعد حكى. يا جماعة أبو قاعد حكى. أكيد. إيه والله أكيد حكى. أكيد حكى. أبو قاعد، أبو قاعد، أبو قاعد أحكي يا أخي، رد علي. توبرني يا أبو قاعد، توبرني أخي، رد علي. الله لا يحرمنا هالصوت يا رب، الله يديمك فوق روسنا كليات. ريت الوجع لقلبي. بعدي هيك بعدي تشوف. أبقعود يا أبقعود، أبقعود قلي مين وقعك؟ أبقعود رد علي. شفتي شلون عم يطلع عليكي؟ شو يعني؟ يعني جوزك هو اللي رماه، مبينة أشكره. سبوحة تعي تعي تعي، يلا قربي 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 قربي. أيوة. الله لا يحرمني منكم حبيبي. أبي أنت وأختك ورجوني ضحكتكم. قوم يلا. ما بدي ألعب يابي. ليش يابي؟ بدي أمي. يابي ليش خالي أخذ أمي وخلانا هون؟ خالي وأبو قعود مريض يابي، أمك راحت تقعد عنده كم يوم. ايه وشو فيها اذا رحنا معها يابي؟ لا لا، لانه مريض ما بيتحمل الضوجي. انت واختك هنيك رح تلعبوا وتضوجوا عليه. وحياه القران ما منضوج يابي. لا يابي لا، خلص خليكم كم يوم عند تيتي ام شاهر، وبس يتحسن خالي وابو قاعود انا وياكم نروح سوا. يابي صحيح مثل ما قال خالي جابر انك انت ضربته لخالي ابو قاعود؟ شو الحكي يابي؟ لا لا لا، مو صحيح بنوب. ليه عم اهلين؟ وين صاحب البستان؟ وصلت عمي، انا صاحب البستان، شو بقدر بخدمك؟ انت صاحب البستان؟ نعم سيدي انا صاحب البستان. ما عندك اولاد شباب بيشتغلوا هون؟ لا والله سبحانه وتعالى ما طعمني اولاد بعيد عنك. الله يرزقك الله يرزقك. طيب ما عندك شيء اجير مرابع بيشتغل على وضع؟ لا والله. خير عمي شو في؟ ليش عم سأل؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. يعطيك العافية. الله يعافيك.
يعني الرجال اللي اجى حكى كلمتين وعلقنوا بعضه لابو وضاح طلع مو هو صاحب البستان. معناتها هي شغلة كبيرة واللي عاملينها أكثر من واحد. أكيد أكثر من واحد. أكيد أكثر من ثلاثة أربعة. طيب مين له مصلحة هاي يرمي فتنة بين الحالتين؟ والله ما بعرف. شغلة بتحط العقل بالكف، عم فكر 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 ما عم يطلع معي شيء. معناتها أخواته لأبو قعود لازم يدروا بهالشيء. وشو بدنا نقول لهم يا أبو الضاح؟ أخ بنقول لهم اللي صار يا أبو الضاح. إنه صاحب البستان الحقيقي غير الرجال اللي إجا على الميدان وتبلغك. طب وإذا دريو شو رح نستفيد؟ لك شلون شو رح نستفيد؟ شو بنا بدام؟ والله ما بعرف. سكرت معي على الآخر يا أبو الضاح. دريو ريح لك شوي، توضى وصلي لك ركعتين ونام وهدي بالك. ونام بالله. وأنا بكرة ببعت الشيخ نزيد لعنده بيحكي له الحقيقة. برقدا هيك بيطلع بيده يقنعون ويهديهم ان شاء الله. مرقد هاي عطتني شاي ايه على راسي. أهلين معلم جابر. أهلين فيك عمي. كرمال خافري صور الشر. ما فهمت يعني بلا مطرود. اسمع عمي، نحن مو جايين نشحد منكم، مثلنا مثل باقي الزباين، وبدل البرغوت خود 10. عمي الله يرضى عليك، لا بدي برغوت ولا بدي 10، بدنا نقصر الشر. ماني طالع. انت ما بتفهم ولا؟ عم يقول لك انقلع من هون يعني بتنقلع من هون. ما بدي حدا يعرف غيركم انه بقعود مات.